السلام عليكم خوتي، تحياتي كل ابناء وطني الغالي من الشمال الى الجنوب ومن الشرق الى الغرب، بلا ما ننسى خوتنا اللي في الغربه. قبل ما نتكلموا على موضوع اليوم، بغيت نرجع للخساره اللي ما هضرتناش عليها الصحافه، خساره منتخب زاتشي ولا منتخب بارادو 4-2 الرباعيه هذه، ما تكلمش عليها الصحافه، كان شيئا لم يحدث. قلنا لكم حنا راه توفا بيان، باينه مشروحه مفهومه، توفا بيان. طفوا الضوء، هانا طفيوا الضوء الصحافه ما تهضروش. المهم منتخب بارادو اللي ما يعنيناش حنا، انا صراحه ما يعنينيش، انا المنتخب اللي يعودوا جزائريين محرومين منه ممنوعين باش يلعبوا فيه، انا ماهوش منتخب هذا ما نعرفوش، ما يعنينيش لا ايديسات لا ايفان حتى الاول. أن المنتخب اللي يكونوا ابناؤه سواء في الخارج ولا في الداخل ممنوعين باش يلعبوا في المنتخب الوطني، انا بالنسبه لي ما يعنينيش. اذا المنتخب بارادو خسر ب4، صح الصحافه ما حبتش تتكلمها وما حبتش تقول باللي منتخب بارادو خسر 4 في ارضيه ميدانه في الجزائر، مش في ادغال افريقيا، ب4 صح الصحافه ما تكلمش، توفا بيان كلش واضح. اذا خوتي موضوع اليوم، كنا قاعدين نورمال الاز، درنا كميه تاي، شربنا تاي، حنا نشربوا في التاي، نسمعنا واحد يعيط يقول لطفل ولده، يقول له اجري ماكش تجري. تفكرت بالذاكره، حبيبنا ما نقدرش ننساه، راكم عارفينه محرز اليوم. انا ما دابيا الشعب الجزائري خليه ترونكيل، عباك ما حنا شو يشكي او يقول للناس باللي مانيش قادر نجري، شموش قادر يجري، اقسم بالله غير كيما راني نهضر معاك ياسين، ان شاء الله العظيم غير نعطيك نيوز حصريين واحد ما على باله. هذا حبيبنا اللي قال محرز ما يقدرش يجري، والله غير توحشتك، والله لا توحشتك مني بالصحه، مني بنتش يا راجل، محرز راه ما عادش يقدر يجري، راه دار ولا انديكابي ولا بعيد الشر عليه ولا كل مؤمن، صح محرز راه ما عادش يقدر يجري، خلاص حبس عايب فين الكاريير تاعو، حبست الكاريير، عا يقلبها في الخليج، ما حاجه يقدر يرجع للخليج، انا صاي مادام اكسس قال لي راك ما تقدرش تجري، الجري ما تقدرش تجري، راني نرجع للخليج. ما قلتهاش اكسس، قال لهم ولدي راه ويحلف، المشكله ويحلف، وخبر حصري لاشان تاع زاتشي، خبر حصري في لاشان تاع زاتشي، نقول لكم ونعاود، محرز ما عادش يقدر يجري، محرز ما عادش قادر يجري برجليه. حوش نقول لكم، احنا قلنا زعما هضرنا في فيديو سابق، قلنا نفتحوا صفحه جديده بن شيخ ولا كويسي ولا كذا، الناس عفى الله عما سلف، وقلنا محللين هذوما ان شاء الله يتمناوا كما بن شيخ وكويسي، خاصه هذا الجيل القديم، قلنا يعطونا شويه ويحكوا لنا على البالون، يحكوا لنا على كره القدم، يحكوا لنا على التكتيك، يحكوا لنا على البون دو جو، على طريقه اللاعب، على مستوى اللاعب، على ستيل دو جو، على يعطونا النقاط الايجابيه، نقاط سلبيه، نقاط القوه، نقاط الضعف، هذا قلنا احنا الجيل القديم هذا يعاوننا، هذا احنا مش يعاوننا، يشرح لنا يكسبليكي لنا باللي هذا هما اساسيات كره القدم، ولا هذا اساسيات التحليل الرياضي. احنا فرحنا قلنا مادام هضروا على محرز كلب خير، كلام خير، قلنا احنا استبشرنا خير، ما نتشائموش، قلنا فلربما تتحسن الامور وتعود صفحه بيضاء، صفحه نقيه، صفحه جديده، ونهضوا غير كره القدم. الله غالب، انا ضربت في مخي، تفكرت حبيبنا ماهوش من الجيل القديم، من المفروض يكون شويه الى حاب دير الباز فلاشان تاع زاتشي، هذيك حاجه اخرى، الى حاب دير الباز فلاشان تاع زاتشي، هذيك حاجه اخرى. اي باش باش لاعب يلعب في مان سيتي، دار فيه غوارديولا، وفي يلعب في الدوري الانجليزي من اقوى دوريات في اوروبا وفي العالم، ومتحصل على احسن لاعب في الدوري الانجليزي، ومتحصل على بطوله الدوري الانجليزي، تقول عليه مش قادر يجري، يكي عاد مش قادر يجري، يبيعوه شو يديروا به، يبيعوه للخليج، مش قادر يجري يروح يلعب في الخليج، ها واش نعرف انا، اللي مش قادر يجري يروح يلعب في الخليج. الحمد لله العام هذا نقول الحمد لله يا رب، محرز يقال الويمان، محرز ندير كلش، محرز يصنع يسجل فنيات مراوغات، منش انا نحكي عليه، احصائيات تاعو تحكي عليه،
المقابله تاعو تحكي عليه، غوارديولا يحكي عليه، الصحافه الانجليزيه تحكي عليه، الصحافه العالميه الاوروبيه تحكي عليه، الصحافه الافريقيه تحكي عليه. باش تجيني وتقول لي مش قادر يجري ويحلف وخبر حصري في لاشين تاع زاتشي، باش دير الباس باش بالطريقه هذه. اما الاكس دوك نرجعوا للاكسس، اكسس اكسس ك كيف يقولوا ك كلاعب ولا اعطيني واش قدمت. يا سيدي ما نحكوش على ندري في البطوله الوطنيه، هل يا اكسس انت لعبت في المستوى العالي؟ هل تعرف واش معناها كلمه المستوى العالي؟ هل لعبت في نوادي في اوروبا؟ هل احترفت في نوادي في المستوى العالي؟ ما نحكوش على انجلترا والمانيا واسبانيا، نلعب ونهضروا غير على البطولة الفرنسية ولا البطولة البرتغالية. هل لعبت في هذا من البطولتين؟ ما كانش. لما تلعبش في البطولة البرتغالية والفرنسية والبلجيكية وتجي والتركية نزيد لك، وتجي من بعدها تقول باللي ما يقدرش يجري وباللي والله العظيم كيما نهضر معاك وخبر حصري، خبر حصري، اديها دواء من عند احساس، الدواء دواء دواء من عند اكسس، اديها دواء. مش للدرجه هذه، ما نكونوش شويه نربحوا الباز، نديروا الباز بالطريقه هذه. ما سامبا سمارت محرز مش قادر يجري، محرز راهو قال لي، محرز قال لي صديقي، محرز راهو قال لي واحد يعرف محرز. جيب لنا هذا صدق يا انت، انت صادق، انت يا صادق، ومحرز ما عادش يقدر يجري وخلاص، ما قالوش قعد في السيتي لازم يرجع للخليج، ما عندوش مستوى. حطينا هذا السيد، قلنا على السيد اللي قال لك، قول لنا يا اكسس السيد اللي قال لك، ما كنتش قادر تحليل، ما تعرفوش معنى تحليل، ما عندكمش مستوى اكاديمي عالي. يا سيدي معليش، ما نقولوا مع الله غالب، ما نهضروش على مستوى تعليمي، اعطينا حاجة نفهموها في كرة القدم، أعطينا طريقة لعب، أشرح لنا طريقة لعب، أشرح لنا الطريقة اللي يلعب بها غوارديولا، أشرح لنا الطريقة اللي يدافع بها غوارديولا، أعطينا نقاط قوة السيتي، أعطينا نقاط ضعف السيتي، أعطينا إمكانيات تاع رياض محرز، أعطينا نقاط قوة رياض محرز، نقاط ضعف رياض محرز. هذه كل ما تهضرش عليها. قال لي واحد وصاحبي وصاحب محرز، والله كيما نهضر ويحلف والله ومش قادر يجري، وخبر حس نعطيها لك فلاشات تاعكم تاع زاتشي وكذا. هذا هو المستوى. ها اكسس روح صح، هذه ثقه ديما بصح. انا والله ذكرت تفكرتها، تفكرت اجري، تفكرت حبيبي اكسس الله غالب، واش عندي انا ضربت لي مع مخي، فكرت حبيبي اكسس. ان شاء الله اكسس كما بن شيخ وكويسي يرجعوا العقلام ويعرفوا باللي التحليل مش غير رواح وكريتيكي برك وسب الناس وضحك على الناس وتمسخر بالناس ودير الباس. التحليل علم في حد ذاته، علم قائم في حد ذاته. يا سيدي معليش ما عندكش مستوى اكاديمي، يعني قلتها ونعاود، ما عندكش في ماجستير ولا دكتوراه ولا كذا، مش عيب، على الاقل احكي لي كرة قدم، قنعني بكرة القدم، احكي لي تحليل رياضي بكرة القدم برك، ما تحكي لي لا تعطيني لا كريتيك لا دير البوز لا والو. هذا كتحليل رياضي ان شاء الله قلت نعاود، سواء بن شيخ ولا كويسي ولا اكسس اللي دخل التاريخ، قال لهم انا محرز على بالي، قالوا لي بلي راه ما يقدرش يجري، دخلت التاريخ من اوسع ابواب، دخلت التاريخ يا اكسس من اوسع ابواب. نسيت في بن شيخ وجماعة، انت درت البوز حطمت الراك بيس. ان شاء الله واش نتمناو هنا، ان شاء الله كي تحكوا احكوا كرة قدم برك، خطيكم من محرز ومش من معليش، انتقد محرز ولا انتقدوا في اطار رياضي، في اطار كرة القدم، في اطار نقاط ايجابية ونقاط سلبية، يعني مكامن القوة ومكامن الضعف لرياض محرز ولا لبعض اللاعبين الجزائريين. بركاونا من التهريج والخزعبلات. فلا خير، ختم ملاقاتنا مع مزيد من الفيديوهات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.